احنا والمملكة علاقاتنا تاريخية، واقول تاريخية فعلا، منذ ان نشأت القضية الفلسطينية في عام 1948 ونحن نسمع نفس الكلام الذي سمعناه من المرحوم عبد العزيز الى سلمان ومحمد بن سلمان، انه القضية الفلسطينية في قلب كل سعودي، وعمرنا ما شعرنا اطلاقا بانه نحن طرفين. دائما وابدا يقولون لنا ما تريدونه نحن معكم، ما تقررونه نحن معكم، ما تحتاجونه لا تسألوا. والله في كثير من الامور انه عمرنا ما كنا نطلب، ما نطلب مساعده، نشعر هم يشعروا انه احنا بحاجه فتاتي التلبيه راسا. هذه الزياره زياره نفتخر فيها ونعتز فيها، ونشعر انه يعني تجسد اكثر فاكثر العلاقه التاريخيه بين المملكه العربيه السعوديه وبين فلسطين. ومثل ما قلت لكم، ما نسمعه من او ما سمعناه من المرحوم عبد العزيز نسمعه الان من محمد بن سلمان طبعا، ومن سلمان، ومن قبله عبد الله، ومن قبله فهد، ومن قبله خالد، ومن قبله ومن قبله. وليس هذا فقط، والشعب السعودي ايضا عندما يعني نعرف ما هو موقف الشعب السعودي الى يومنا هذا، الشعب السعودي سباق كحكومته وكأمرائه للقضية الفلسطينية. احنا كثير اليوم بنرحب بكم وبنشعر بسعادة غامرة انه انتم على ارضكم. صحيح هي القضية قضية كرة قدم، وهي كثير كويسة يعني، ومجيئكم يسعد الشعب الفلسطيني، واظن شفتوا في التلفزيون وفي الناس قديش سعيدة بانه تراكم في فلسطين. فميت مرحبا في أرض فلسطين وعلى أرض فلسطين وبين إخوانكم وأهلكم، وأهلا وسهلا فيكم.